أنا عندي بنت واحدة بس بالنسبة لي هي ملاكي. براءة الدنيا كلها فيها. ساعات تستعسر. ممكن تغسلي أسنانك؟ لا ما في. بس بكل بساطة تقتنع. أقدر أقول لكم إنها سر ساعدتنا كلنا في البيت. وحتى لو تهاوشت مع ريلي أحيانا تكون إيه هي المفتاح للضحكة. حبيبتي. ولا تشوفونها في رمضان لما تساعدني في المطبخ وتسبقني لسجادة الصلاة. ساعات أحسها أختي أمي مو بس بنيتي، يعني تعرفون هي ساعاتي دنيتي حياتي. هاي حياتي.